مرحبا، لو حابين نعمل اشي بارد من حليب وكاكاو بسكوت مع شوية مكونات بسيطة، اكيد حيكون اللازي كيك. حاجة بسيطة بنعملها في بيوتنا من سنين. وقبل ما نبدأ بتمنى تضغطوا على زر اللايك والاشتراك بالقناة. اول شي بنخلط 3 ارباع كوب معياري سكر مع ربع كوب كاكاو مر، وبندوبهم بنص كوب حليب سائل على البارد. وهلأ بنحطهم على نار هادية. أول ما يتجانس الخليط بنضيف نص كوب معياري زبدة مع التحريك المستمر حتى تدوب الزبدة ويتجانسوا، وبالآخر بنضيف قالب شوكولاتة وبنحرك حتى يدوب تماما. بنرفعه عن النار حتى يبرد تماما. بنكون مجهزين باكتين بسكوت بوزن 400 جرام وبنكسرهم قطع متوسطة، وبنضيف الخليط على البسكوت وبنقلبهم سوا. بنحط الخليط على ورق الزبدة بشكل اسطواني وبنلفه على شكل رول مع ورق الألمنيوم حتى يتماسك، وبنحطه بالتلاجة لمدة أقل شيء 4 ساعات. هلأ بنحضر صوص الكريمة والشوكولاتة. بنسخن ربع كوب كريمة سائلة، وبعد ما تسخن بنضيف حبيبات الشوكولاتة وبندوبهم سوا، وبنحطهم فوق اللازي كيك. تقدر تحطي لمساتك بالتزيين. أنا هنا بشرة شوكولاتة على الوجه، وصحتين وعافية. جربوها واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.